وللحديث بشأن الخلافات بين بغداد وأربيل في مسائل عدة ومن أهمها مسألة تصدير النفط، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام برواري، وعبر سكايب أيضا من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي بهاء خليل. أهلا بك دكتور عبد السلام وأهلا بك صحفي بهاء. البداية معك دكتور عبد السلام، يعني بعد تفاقم الخلافات الداخلية بين أحزاب كردستان العراق، ما أثر على موقفها في التفاوض مع بغداد؟ تجربة كردستان العراق اليوم على المحك بعد أن شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الماضية، ما أسباب هذا التراجع باعتقادك وبحسب رأيك؟ تفضل. نعم، تحية لك، تحية لك بها والأخوات والأخوة المتابعين والمتابعات. في الحقيقة تفاقم الخلافات بين الحزبين الرئيسيين، أنا أريد أن أعبر عنه بشكل آخر، هو في حقيقة بروز حالة تعكس الحالة العامة في الشرق الأوسط، عدم القبول بالآخر، عدم يعني الرضا بأن يكون الجهة أو الشخص الثاني، وجود مصالح خارج لنقول إطار العلاقة بين الحزبين تؤثر وتشجع هذا أو ذاك. هناك في السليمانية تاريخيا ميل نحو المركز، هذا كان يعني منذ أكثر من 150-200 سنة، سواء كان المركز طهران أو بغداد أو إسطنبول الأستانة، هذا أيضا يؤثر. وفاة المرحوم جلال الطالباني وكذلك نوشيروان خلق فراغا كبيرا هناك في السليمانية، الآن تشرذم بعكس أربيل ودهوك، هناك مجموعة الناس الناقمون، الناس غير الراضون، الناس الذين يشعرون ب لنقل معاملة سيئة داخل الحزب، وهم ترى كل يوم يعني يظهر حزب جديد، هذا كله طبعا، وقيادة شابة غير متمرسة، هذا كله طبعا أثر على العلاقة بين الحزبين الذين يكونان طبعا أساس الحكومة الإقليمية أيضا، إلى درجة بأن وزراء الاتحاد الوطني وحتى نائب رئيس الوزراء أيضا قاطعوا اجتماعات مجلس الوزراء، بالذات في اللحظة في الوقت الذي كانت في بغداد هناك أزمة، كان مفاوضات تشكيل حكومة. لكن عمليا الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس هو الذي لنقل يشارك في المباحثات مع بغداد، بل حكومة تقليم كردستان، لذلك بغداد تتعامل مع حكومة معترف بها دستوريا، ولذلك حققت المباحثات واللقاءات يعني خطوات جيدة، مثلا الاتفاق على الصيغة التي يتم التطرق بها لموضوع النفط والعلاقة المالية في قانون الموازنة، والتي تم توقيع أصلا اتفاقية بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد، ثم الاتفاق على مسألة أنه تسليم الواردات يتم والتفاوض على بيع النفط من قبل سوما نتيجة لقرار محكمة باريس، والتزامات معينة أخرى في قانون الموازنة. لكن لا أخفي عليك بالتأكيد، يعني هناك احنا دائما نكرر ما كان يقوله الرئيس البرزاني منذ أكثر من 10 سنوات، نحن ليست لدينا في بغداد مشاكل مع أشخاص، بل نحن نتعامل مع عقلية ربما لا تهضم الفيدرالية، لا زالت تفكر بتفكير طريقة دكتور عبد السلام. وضحت هذه الفكرة، سأعود إليك بعد قليل ريثما أتجه بسؤالي الآن إلى الكاتب الصحفي بهاء خليل. سيد بهاء، ألا ترى أن هذه الخلافات مكنت حكومة الإطار التنسيقي من فرض هيمنتها ولو اقتصاديا على كردستان العراق وإخضاع سلطات أربيل لقرارات عدة يتبناها الإطار التنسيقي؟ تفضل سيد بهاء. تحياتي لحضرتك البداية والدكتور عبد السلام وعلى الجمهور قناتنا الفيديو. الحقيقة الإطار التنسيقي قد يكون هو سبب واحد من أسباب الخلاف أساسا اللي موجودة ما بين الكرديين، الحزبين الكرديين، لأنه أساسا الاتحاد الوطني الكردستاني يميل كثيرا الى الايمان بوجهه نظر الاطار التنسيقي، وبالتالي يخالف ما يريده الديمقراطي الكردستاني، وهذا اساس الخلاف اللي حاصل حاليا ما بين الحزبين الكرديين في اقليم كردستان. لذلك من مصلحه الاطار التنسيقي ان تستمر هذه الخلافات لتحقيق مكاسب سياسيه، او لكي تكون هنالك ضغوط او يمتلك ادوات تمكنه من تسديد أو من فرض بعض الضغوط على حكومة إقليم كردستان بصورة عامة من أجل مكاسب سياسية في الداخل، يعني في داخل الوضع السياسي بالعراق. لذلك
من مصلحة الإطار التنسيقي أن لا تستقر الأمور في كردستان حاليا، وأيضا هنالك يعني فائدة لإيران من هذه الخلافات، لأنه كل ما زادت الخلافات كل ما زاد التوسع الإيراني في داخل العراق، وبالتالي المستفيد الوحيد من هذه المشاكل الحاصلة الآن بين الحزبين الكرديين هو الإطار التنسيقي وإيران بشكل أساسي. هذا أساسا ما يمكن أن يفسر حاليا الإشكالية الحاصلة، وهي إشكالية طويلة يعني منذ إقرار يعني الحكومة من بعد عهد بريمر سيء الصيت إلى الآن. كل حكومة يتم هنا تكون هنالك خلافات حول حصة الإقليم من الميزانية، وحول موضوع تصدير النفط، وحصلت كثير من التأخير في تشكيل كثير من الحكومات بسبب هذا الأمر، وبالتالي أيضا كانت تستخدم موضوع حصة الإقليم كورقة ضغط سياسية على الأحزاب الكردية من أجل تحقيق مكاسب للقوى السياسية في داخل بغداد. هذا الأمر يستمر الآن بهذه الطريقة. دكتور عبد السلام، بحسب مجلة فورن بوليسي فإن توقف تصدير النفط قد يؤدي إلى ما سمتها حربا أهلية شاملة في كردستان العراق. سؤالي هنا، إلى أي مدى ترى أن المعطيات الحالية والظروف في كردستان العراق قد تكون مهيئة لتحقق ما تنبأت به فورن بوليسي؟ تفضل. يعني أنا أريد أعلق قبل ما أجاوب على السؤال على شيء، مع الأسف الشديد أرجو أن لا تأخذوها شخصيا. أنا أتابع الإعلام العربي كثيرا، شخص يكتب مقال في مجلة معينة يتم عرضه وكأنه هو موقف الحكومة أو موقف المجلة. صحيح فورن بوليسي هي مجلة تمثل ثينك تانك أمريكي ولها شيء معتبر، لكن لا عادة عندما تظهر مثل هذه المقالات يكتب تحتها أن هذا لا يعبر عن رأي المجلة. لذلك أنا لا أعطي اهتماما كبيرا للمقالات التي تنشر، هذا من ناحية. الشيء الثاني اللي يعني يشجعني أن أتوجه بهذا الاتجاه هو أنه ليست هناك أي رغبة في كردستان لتكرار مأساة 1993. لكي تخوض جهتان حربا يجب أن يكون هدف تريد جهة معينة تحقيقها ونيلة من الطرف الآخر. هذا الوضع الحالي الذي نعيشه تشوف يعني منذ شهرين ليست هناك واردات، لا يمكن لحكومة تقليم كردستان القيام بدفع الرواتب. بغداد في كل يوم، أستاذ بهاء شرح الموضوع ماري ذكرر، أنا أيده، كل يوم تحاول تبحث عن 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 ذريعة لكي تتماطل من القيام بالتزاماتها. لذلك أنا أعتقد يعني ماكو هدف من القتال، وشعب في كردستان أيضا وحتى القيادات تعرف مدى عدم شعبية مثل هذا الشيء. ربما توقف تصدير النفط دكتور عبد السلام، يعني توقف تصدير النفط، ما الذي يمكن أن ينتج عنه؟ ينتج عنه هذه الحالة الحالية، يعني كردستان ليست لديها مداخيل. أنا متأكد البعض يريد أن يستثمر هذا الوضع، وهناك حتى كرد لا أخفي عليك منذ سنوات، حتى بعض نواب الكرد في بغداد كانوا يقدمون مشورة للأخوة في الإطار الشيعي بأنه إذا قطعتم الميزانية أو خلقتم مشاكل سيثور الشعب على حكومة الديمقراطية كما يسمونها، كما حدث في ليبيا وغيرها. الوضع قاسي، ولكن أنا أريد أركز فقط على موضوع المقولة اللي كان يعني محور الكلام هذه المجلة، يؤدي إلى قتال وهجرة. أنا ما أتصور أستبعد كل شيء. يمكن في هذه الحالات أن تحدث شرارة من عامل خارجي، ولكن الحزبين يدركان جيدا بأن وحتى وجود الحلفاء أنا أعتقد إيران، حتى إيران أيضا تريد استقرارا في كردستان أكثر ما تريد فوضى. أكيد تستخدم أدواتها والناس القريبين منها للضغط وإجبار الحكومة على أن على الأقل أن لا تقوم بمسائل هي لا ترضى عنها، ولكن الوضع المالي قاسي جدا. أنا وياك معك. نعم، ابقى معي دكتور سعود، إليك على أي حال. أستاذ بهاء، مجددا يعني في محاولة للتهرب من المشكلة، حكومة السوداني تحاول إقحام تركيا في أزمة تصدير النفط. السؤال هنا، أين تقف اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل والتي تم تحديث بنودها كما تعلم عام 2010، وباتت تلزم العراق بتعويض تركيا حال توقف ضخ النفط عبر ميناء جيهان؟ تفضل أستاذ بهاء.
نعم، هذه المشكلة معقدة نوعا ما، لأنه توقف ضخ النفط عبر الجهان التركي خلق لكل طرف وجهة نظر معينة. مثلا الجانب التركي يطالب الجانب العراقي بتعويضات حسب الاتفاقية التي عدلت عام 2010. من جهة أخرى المفروض أو حسب الاتفاق أيضا أنه العراق يدفع بسبب توقف هذا النفط يعني إلى تركيا، وايضا هنالك تعويضات حسب ما قررت محكمه باريس انه يجب ان يتم دفع تعويضات الى حكومه المركز بسبب السماح لتصدير النفط خارج اطار شركه سومو خلال الاعوام من 2013 ل 2018. لكن هذه الامور هي تحاول قدر الامكان الحكومه العراقيه ان تقحم مشاكلها مع الاقليم بالجانب التركي، مبتعدة عن موضوع حل المشاكل أساسا اللي عالقة ما بين العراق وتركيا كبلد. هنالك الكثير من المصالح المشتركة ما بين الدولتين، وعليهم أن يتجاوزوا هذه الخلافات من أجل أن يرى يعني تسير الأمور على حسب ما يريده الطرفان. لكن ضعف الحكومة في المركز أمام الميليشيات حقيقة يجعلها في حرج كبير من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الأخرى أو بالاتفاقيات التي وقعتها سابقا. يعني مثلا عندك موضوع النفط، هذا الموضوع يعني لا يمكن أنت تأخذ من الجار ما لا تعطيه، حيث أنه أنت تريد تعويضات من تركيا لكنك لا تعوض تركيا عن الإرهاب التي يطالها بسبب وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ووزير الخارجية التركي عندما زار بغداد في الأيام الماضية قدم أدلة للسلطات العراقية على انطلاق عناصر من حزب العمال الإرهابي لتنفيذ هجمات داخل تركيا، وهذه الأدلة غير قابلة للنقاش، وبالتالي وضع الحكومة نفسها في حرج كبير من هذا الأمر باعتبارها أنها غير قادرة على تنفيذ اتفاقية سنجار أساسا. وكل هذه هي نتيجة ضعف حكومة المركز أمام سطوة الميليشيات التي تتحكم بمصيرها. سعود إليك أستاذ بهاء، من جديد إليك دكتور عبد السلام. يعني تركيا كما جاء في أخبار ومعلومات كثيرة تحاول تركيا التدخل من جهتها لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، ما مصلحة أنقرة في ذلك بحسب ما تراه؟ تفضل. يعني أولا تركيا أن تحاول أن تصلح الوضع بين الاثنين، في الحقيقة بالنسبة لي ليست عندي معلومات دقيقة، ولكن إذا لاحظنا الموضوع توقف النفط تصدير النفط أضر بكل الأطراف، يعني بالكرد أولا ثم بالعراق ثانيا وبتركيا. طبعا من مصلحة تركيا أن يتم استئناف النفط، لأن أنا أعتقد هناك ضغط من قبل الجهات الموالية اللي نسميها إلى إيران تريد أن تنهي هذا الموضوع، والعراق سيضطر إلى أن يصدر النفط، لذلك من السهل أن يبنوا البنية التحتية اللازمة لنقلها عن طريق إيران. تركيا يجب أن تدرك ذلك وأن تبدي مرونة. بغداد للمعلومات يعني إذا حسبنا في الشهر 500,000 برميل، 450 من كردستان و150 من كركوك اللي كانت تصدر قبل قرار محكمة باريس، هذا يعني وارد يساوي تقريبا بحسب سعر النفط حاليا مليار و 260 ألف 260 مليون دولار. تصور خلال 5 أشهر خسر العراق ما يعادل 6 مليارات دولارات دخل هذا النفط الذي لا يصدر. إذا العقل يعني كل واحد يعرف ألف باء الحساب يقول امتناع العراق عن دفع ال 1.5 مليار خسر 6 مليارات. لاحظ حتى تركيا يعني يمكن لها ان تعوض الخساره او ما تريده من خلال الفوائد التي ستجنيها. طبعا اذا تم تصدير النفط معناه هذا الانبوب الذي تم انشاءه من قبل الاقليم ليوصل للحدود والاتفاق على استخدام الانبوب التركي واعطاء تركيا حصه معينه نسبه معينه وبسعر معين، هذا كل تركيا تستفاد منه. لذلك انا اعتقد حتى مجيء يعني وزير الخارجيه مع وزير الطاقه الى كردستان كان صحيح للبحث عن طريقه. اولا اذا العراق لم يتجاوب ممكن هناك سيناريوهات معينه
يمكن أن يتم استئناف النفط كما فعلنا في 14، يعني في عام 2014 قطعت الحكومة العراقية ميزانية كردستان، ميزانية كردستان اضطرت إلى إنتاج النفط وبيعه. نعم. لو تلاحظ في قانون الموازنة العراقية وفي قانون وفي العفو الاتفاقية التي جرت بين الحكومتين، هناك نص يقول تسلم تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسليم 450 برميل نفط إلى سوما في ميناء جيهان لبيعها. هذا ضمنيا اللي نقرأ القانون، نقرأ ما بين الأسطر، يعني الاعتراف بأن من حق الإقليم أن يستمر في كافة الخطوات التي تتعلق بإدارة ملف النفط. نعم. سأرجع إليك بسؤال أخير، ولكن دعني الآن على جناح السرعة أتوجه بسؤال إلى السيد بهاء. يعني سيد بهاء، ما الذي يمنع حكومة السوداني من تنفيذ بعض القرارات أو الاقتراحات عفواً التي قدمها وزير الخارجية التركي، ومن بينها تصنيف PKK منظمة إرهابية؟ تفضل. لا يمكن العراق حالياً تصنيف PKK منظمة إرهابية لسبب بسيط جداً. الميليشيات هي من تتحكم بالوضع في سنجار بصورة كاملة. التصنيف هذا الحزب كمنظمة إرهابية يتطلب تدخل عسكري لإنهاء وجوده أو محاولة لإخراجه من هذه المناطق، أو على الأقل تنفيذ بنود الدستور العراقي اللي يمنع إيواء عناصر تنطلق منها هجمات ضد دول الجوار. لكن هل يستطيع الآن الإطار التنسيقي بكل يعني قواه السياسية وبكل أحزابه وبكل فصائله المسلحة أن يخطو خطوة مثل هذه ويقوم بتصنيف حزب يحظى بدعم طهران إلى تصنيفه كمنظمة إرهابية؟ بالتأكيد هذا الأمر مستبعد كثيرا لسيطرة إيران على الوضع السياسي داخل العراق وعلى الكتل السياسية الموجودة داخل العراق. هذا الأمر أيضا يضيف كثير من الحرج لأي حكومة عراقية، سواء حكومة السوداني أو ما قبلها أو حتى ما بعدها، لأنه إحنا كنا نعرف بأنه عناصر حزب العمال الكردستاني ليس فقط الآن تهدد أمن تركيا، بل هي أصبحت تهدد أمن حتى المحافظات الشمالية والقرى. الآن أصبحوا يأخذون الإتاوات، أصبحت لديهم سجونهم الخاصة، يطبقون قوانينهم، يرفعون علم منظمة إرهابية في شمال العراق، لا وجود للجيش، هناك تعاون بينهم وبين الميليشيات في ملفات التهريب، تهريب المخدرات والسجائر والأسلحة، وماضي في تهديد أمن إقليم كردستان. هم أساسا موضوعين لتهديد أمن إقليم كردستان وأيضا تهديد أمن تركيا، وبالتالي إيران مستفيدة من وجودهم في هذه المنطقة، ولا يمكن لأي من الأحزاب التابعة للإطار التنسيقي أن تخطو خطوة مثل هذا. سؤالي الأخير إليك دكتور عبد السلام، يعني وأرجو أن تكون الإجابة مختصرة لو سمحت، يعني لماذا أدرج وزير الخارجية التركي ملف تطبيع الأوضاع في سنجار ضمن مفاوضات بلاده مع الحكومة في العراق؟ يعني هو فقط ليس كان سنجار، كان مطالبه تتعلق بقنديل وسنجار ومخمور، وهذا طبعا يعود بتصوري الى اعطاء تركيا لاهميه كبيره لموضوع ما تسميه هي بموضوع محاربه الارهاب. وبالتاكيد تركيا ايضا تعاني مشاكل عندما تضطر الى ان تقوم بقصف مناطق داخل العمق العراقي. لذلك أنا أعتقد، حتى لا أطول هواية، هو ضمن المطالب التركية. والبعض هنا يقول أن تركيا تتشدد لأنها لا تريد أن يتم استئناف النفط طالما العراق لا يريد أن يعفيها من يعني التعويضات. شكرا جزيلا لك ضيفنا من أربيل عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام برواري، وأيضا أشكرك ضيفي من إسطنبول الكاتب الصحفي العراقي بهاء خليل.